خلينا اروح لمقر النادي الاهلي بالجزيره مع زملائي الاعزاء كريم احمد ومريم سميح مراسلي قناه الاهلي هناك في النادي عشان يقولوا لنا اخر الترتيبات استعدادا لانطلاق المؤتمر. يا كريم يا مريم صباح الخير. صباح الخير عليك الزميل العزيز امير هشام، طبعا كل التحيه ليك ولكل مشاهدينا، وايضا كمان برحب بيك يا مريم وبنرحب بكل جمهورنا العظيم جمهور النادي الاهلي. بناكد طبعا على يوم مهم جدا النهارده يا امير، زي ما انت عارف وزي ما انت عارفه يا مريم، وجه الكابتن محمود الخطيب الحقيقه الذي الدعوه قبل السفر الى المغرب والمباراه النهائيه اللي عليها احداث كثيره جدا. الكل منتظر النهارده يسمع الكابتن محمود الخطيب في مؤتمر بيتوافد عليه العديد من الوسائل الاعلاميه. الكل منتظر النهارده يا مريم بشكل كبير جدا على هذا المؤتمر المميز. شايف المؤتمر النهارده ازاي؟ وكلميني يا مريم بشكل عام. برحب بيك طبعا يا كريم في البدايه، برحب بيك يا امير، برحب بكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. طبعا باكد على كلام اللي قاله زميلي كريم، يمكن طبعا يوم هام جدا، ولو هنتكلم انه تم يعني الاعلان عنه منذ فتره ليست بالقليله، ده طبعا علشان يتم توضيح الامور الخاصه بازمه نهائي افريقيا اكيد اللي تم يعني لعبه على ارض غير محايده، لم يكن هناك لعب نظيف، لم يكن هناك تكافؤ فرص، ده طبعا اللي هنتكلم عنه النهارده او اللي طبعا مجلس الاداره هيتكلم عنه النهارده تحت قياده كابتن محمود الخطيب. طبعا النهارده علشان تم دعوه عدد كبير جدا من الوسائل الاعلاميه سواء المحليه او العالميه يا كريم، يمكن كان فيه هناك استحداث على المؤتمر الصحفي ان هو يكون مذاع بثلاث لغات، طبعا اكيد ده من ضمنهم العربيه واكيد انجلش وفرنش، ده طبعا علشان هناك اهتمام كبير جدا. يمكن كمان يا كريم لو عايز اتكلم ان المؤتمر كل الناس عماله بتتكلم عنه بقى لها ايام النهارده، حتى وانا جايه في طريق كل الوسائل الاعلاميه سواء المرئيه او المسموعه كله عمال بيتكلم، عنده فضول كبير جدا يعرف او توضيح الامور، اكيد هيبقى هام جدا، وده اللي النادي الاهلي هيعمله النهارده اكيد في هذا المؤتمر. بالتاكيد يا مريم طبعا، ويمكن بضم صوتي لصوت مريم النهارده. طبعا انت عارف زميلي امير الاهتمام الكبير جدا للنادي الاهلي ظلم بشكل كبير جدا، الفير بلاي وتكافؤ الفرص، يعني لاول مره من سنين ما نشوفش هذا الامر، رغم المباراه ورغم الازمه لكن النادي الاهلي كان عنده اصرار كبير جدا ان هو هيعقد هذا المؤتمر بعيدا عن النتيجه سواء المكسب او الخساره، وده امر مهم صحيح. جدا وده اللي احنا عارفينه على النادي الاهلي. عشان كده النهارده الكل منتظر النهارده يسمع الكابتن محمود الخطيب يشوف الاحداث، كل الاطراف النهارده هتكون متاحه للجميع يا مريم، كل الحاجات اللي حصلت الفتره اللي فاتت، كل القرارات اللي تم اتخاذها من الاتحاد الافريقي وغيره هتكون النهارده متاحه في مؤتمر مهم جدا. يعني بندعي اكيد كل جمهورنا العظيم اللي قاعد قدام الشاشات وقاعد قدام شاشه قناه النادي الاهلي عشان يتابع هذا المؤتمر. يا رب ان شاء الله باذن الله نستمع باستفاضه كبيره جدا للكابتن محمود الخطيب اللي هيشرح بشكل كبير جدا كل الامور عشان الناس تبقى فاهمه وتبقى واعيه الجهد الكبير اللي بذل من مجلس اداره النادي الاهلي. ده امر مهم جدا لان ده الامر اللي بيرجع للجمهور، الجمهور عايز يعرف وعايز يعرف المجلس عمل ايه وايه الضغوطات الكبيره جدا اللي حصلت. فيا رب ان شاء الله النهارده يكون يوم طيب جدا ونسمع كلنا الكابتن محمود الخطيب ان شاء الله اكيد. ولو عن الاجواء هنا بداخل مقر النادي الاهلي بالجزيره طبعا يا امير عايزين ننقلها ليك وننقلها لكل المشاهدين، اكيد طبعا بدا بالتوافد يمكن خلاص اقل من 15 دقيقه بتفصلنا عن بدايه المؤتمر الصحفي، وده طبعا اللي يمكن خلى فيه وفود كبيره جدا سواء من وسائل اعلام سواء صحافه سواء اعلام، كل الكاميرات طبعا اللي تم دعوتهم من فتره ليست بالقليله زي ما احنا قلنا في بدايه اكيد الحلقه، زي ما احنا يعني شايفين يا امير طبعا يا كريم شايفين كلنا بدايه التوافد. الحقيقه ان خلاص كل الوسائل الاعلاميه بدات في الوصول بالفعل، وخلاص يعني يمكن دقائق قليله جدا بتفصلنا عن بدايه هذا المؤتمر، ويمكن خلاص كمان يعني الاداره التنفيذيه قامت بمجهود كبير جدا منذ الصباح الباكر بيتم التحضير لاستقبال كل وسائل الاعلام. طيب كريم ومريم عايز اسالكم بس عن ابرز الحضور في هذا المؤتمر، مين ابرز الشخصيات اللي هتحضر المؤتمر سواء من مجلس اداره النادي الاهلي، شركه الاهلي لكره القدم، اعضاء لجنه التخطيط، مين هيكون متواجد؟ يعني بخلاف طبعا هنلاقي اكيد عدد كبير جدا من الاعلاميين من مختلف وسائل الاعلام المصريه والعالميه بكل تاكيد. يعني لو بنتكلم طبعا على الحضور تم اعلانه طبعا، انت عارف امير مجلس اداره بالكامل النهارده يكون متواجد في قاعه اباظه طبعا بقرار النادي الاهلي بالجزيره، منتظرين كمان التوافد اكيد، ممكن نشوف لجنه الكره اكيد، ممكن نشوف كمان شخصيات كبيره جدا في الرياضه وايضا كمان نجوم للنادي الاهلي لان ده حدث كبير جدا. لكن اللي بناكد عليه طبعا في البدايه هو مجلس اداره النادي الاهلي مريم يكون متواجد بالكامل، وفي انتظار امير انت عارف اللحظات القادمه بيكون في بعض الشخصيات بتتوافد على مقر النادي الاهلي بالجزيره، فان شاء الله باذن الله من خلال شاشه قناه النادي الاهلي نتابع ونشوف كل الحضور ونتابع كمان من خلالك يا امير المؤتمر الصحفي برئاسه الكابتن محمود الخطيب. ان شاء الله باذن الله يا كريم، انا بشكرك شكرا جزيلا وبشكر طبعا مريم سميح كانوا معانا من مقر النادي الاهلي بالجزيره قالوا لنا كل التفاصيل التي تسبق مؤتمر اليوم للكابتن محمود الخطيب، هذا المؤتمر الهام واللي اكيد هيكون في كواليس كثيره جدا 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 هنتابعها مع حضراتكم لحظه بلحظه من خلال هذه التغطيه الخاصه على شاشه قناه النادي الاهلي.